دلوقتي خلاص اتحاد الكوره ومنتخب مصر الجهاز الفني عارف ان في لوائح ازاي بيتم تطبيقها. وايه اللي انت بتقوله تعالى اقول لك. محمد عبد المنعم لسه ما انضمش لمعسكر المنتخب اللي المفروض خلاص شغال دلوقتي والتوقف الدولي تم. محمد عبد المنعم نادي النيس الفرنسي اعلن ان هيتم النهارده يوم الاربعاء انعقاد مؤتمر عشان يقدموا فيه الصفقات الجديده اللي من ضمنهم محمد عبد المنعم. كابتن ابراهيم حسن طلع امبارح قال ان حق مصر لازم ندافع عنه وان اللي بيحصل ده مخالفه وان اللي مش عارف ايه ان الراجل محمد عبد المنعم لسه ما انضمش لمعسكر المنتخب فبالتالي كده محمد عبد المنعم خالف القوانين هو ونادي نيس. طلع امبارح عليه ده كابتن ابراهيم حسن في تصريحات لبرنامج الماتش على مع الاعلامي هاني حتحوت ان هو اتحاد الكوره لازم يرسل لاتحاد الفيفا عشان ده في مسؤوليه على نادي نيس ومحمد عبد المنعم. انا هنا بس اللي بستغربه انت لما بعت محمد عبد المنعم كلنا طلعنا قلنا النادي الاهلي متاخد منه 9 بس للاسف محمد عبد المنعم ما عادش لاعب في النادي الاهلي. والله بقولها وانا حزين بالله بقولها وانا حزين بس تمام ربنا يوفقه يعني. المهم محمد عبد المنعم دلوقتي لاعب في نادي نيس الفرنسي بس هو نادي نيس عنده علم ان محمد عبد المنعم واحد من ضمن العمدة الأساسية في المنتخب المصري ولازم يكون موجود في معسكر المنتخب. هنا كل المشكلة ان محمد عبد المنعم مش هيعرف يجي يوم الأربعاء لان يوم الأربعاء عنده تقديم الصفقة بتاعته، تقديم الصفقة الجديدة بتاعته. طيب ايه اللي يتم؟ احنا ليه ما ندعموش؟ يعني ليه ما نقولوش مثلا تعالى الخميس؟ هما اللي جم المنتخب عملوا ايه؟ هو حضرتك دلوقتي حطيت تشكيلة تاخد بيها كأس العالم. يعني انا عايز اعرف عدم وجود محمد عبد المنعم يوم زيادة هيقل منه في ايه؟ هيقلل من حجم المنتخب في ايه؟ هيقلل من تركيزه في ايه؟ تمام؟ احنا المفروض ندعمه، المفروض يا كابتن ابراهيم ما تطلعش تقول الكلام ده، سيبه خالص لما نخلص الدنيا ونشوف الدنيا فرحه فين ونيجي نقول بقى محمد عبد المنعم جه ما جاش حاسبه، لكن القصه كلها ما تسيبش الجدل دلوقتي، هو انت ليه اي حاجه بتحصل بتخص لعيب في النادي الاهلي او لعيب طلع من النادي الاهلي او النادي الاهلي عموما او اي نادي في مصر؟ تمام؟ لاعب ما حضرش، لاعب متأخر في حضوره، لاعب النادي بتاعه عنده بطولة، لاعب النادي بتاعه يعمل معاه موضوع، لاعب النادي بتاعه هيقدمه كصفقة جديدة، لا، خلاص تمام ماشي أنت مش بتحضر تشكيلة لكأس العالم. أنا بتكلم كلام دلوقتي على المستوى اللي إحنا بنشوفه من المنتخب. تمام؟ أنا ما بتكلمش إن أنا هخالف القوانين، لا، ما بطالبش بالكلام ده، تمام في قانون لازم يتطبق وكل حاجة تمام، بس ما جاتش ساعة. زيادة الراجل ممكن يقعدها هناك يجي لك النهاردة بالليل أو يجي لك بكرة الصبح عادي، إيه المشكلة؟ نادي نيس ما بعتلكش قال لك لا إحنا مش هنجيبه، فما تكبروش الموضوع لأن فعلا اتحاد الكورة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن طبعا جيب الكورة معاه مساعد معاه يعني تمام، بقت تصريحات كتيرة اتقالت أو تصريحات كتيرة بتتقال الفترة الأخيرة اللي هو حاجات بتثير الجدل في وقت ما ينفعش اصل في وقت انت بتطلب ان الكل يدعم المنتخب فما تطلعش انت تهاجم لاعب تمام ليه؟ لان في جماهير مثلا بتحب اللاعب الفلاني زي في جماهير واقفه في ظهر اللاعب الفلاني في جماهير واقفه في ظهر المدرب الفلاني مش عارف فهتلاقي اللي يرد فليه تعمل حاله من النوش؟ ما تعملش نوش تمام؟ لاعب ما جاش النهارده تمام زي برضه بالظبط معسكر المنتخب 28 ده النادي الاهلي ما بعتش اللعيبه بتاعته المنتخب اصل النادي مش عارف ايه في كون ان اللعيبه المحترفه كلها ما جاتش من بره. ما عادش معنى يعني اللعيبه بتاعت الاهلي واللعيبه بتاعت الزمالك. ليه؟ يعني ليه دايما حاطين نقرنا من نقر ولاد البلد؟ المحترفين ولاد البلد وكل حاجه بس انت ما بتعرفش تتكلم مع الانديه بتاعتهم. قولا واحدا يعني تمام؟ ممكن نادي يطلع يقول لك معلش يا صوتصاب هاتوا بقى عالكم. فليه نوصل لمرحله زي دي؟ فعادي ندعم منها ان ساند النهارده مؤتمر التقديم بتاعه ونطلع كلنا ونشجعه وندعمه الجهاز الفني للمنتخب يقف وراه المنتخب اتحاد الكره المصري اتحاد بلده يقف وراه لكن مش نقول هنقدم فيه بلاغات في اتحاد الفيفا وهنعمل نادي نيس ايه يا جماعه في ايه مش للدرجه دي احنا مش داخلين خناق عدى يوم عدى اثنين تمام انت لسه الماتش بتاعك مش بكره فاهم قصدي؟ وجوده مهم وكل حاجه انا ما بقولكش لا بس حصل ظرف عادي خالص ما فيش اي مشكله الراجل يتقدم وتمام صباح الفل بعتوا له التذكره ابعتوا له التذكره يا عم وابعتوا له التذاكر بتاعت حضوره خلاص هخلص المؤتمر بتاعي وهاجي انا هتقدم بس في المؤتمر لاعب في الدوري الفرنسي وخلاص وشكرا وهاجي مش هبات هناك مش هقعد هناك يعني توقف دولي هقعد هناك اعمل ايه؟ صح ولا ايه؟ بالتوفيق لمنتخبنا.